ينضم إلي الآن من دبي هادي علاء الدين، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لدى كورسبير إنك. أهلا وسهلا فيك هادي، شكرا جزيلا حضورك معنا. مارك كيوبن وباري الآن وعدد آخر من المستثمرين الكبار اللي هن كانوا أصلا من أوائل من دخلوا وشجعوا الكريبتو كارنسيز، الآن عم بيقولوا أنه بتوقعوا خسائر هائلة ومن أكبر الكراشز اللي شافها العالم. شو رأيك؟ يا أهلا وسهلا فيك، صباح الخير وشكرا على الاستضافة. هلأ بخصوص مايك بيري وبخصوص مارك كيوبن، القصتين مختلفات يعني من ناحية الأسباب ليش هن عم يحذروا من الموضوع. طبعا مارك كيوبن هو من الأشخاص الداعمين بشكل ضخم للعملات المشفرة وبالذات البيتكوين والعملات الثانية، ولكن اللي صار مع مارك كيوبن بالتحديد اللي خلاه يعمل هالتصريح هذا هو انه استثمر بأحد العملات الصغيرة اللي هي عم نحكي عليها بالسنتات، يعني العملات البديلة غير البيتكوين، وهالعملة هي تعتبر ستيبل كوين ومفروض تكون عملة ثابتة، يعني تقلبات السعرية فيها كتير طفيفة، ولكن بسبب انه صار معهم شيء هالشركة او هالعملة ادى الى جميع الناس تسحب أمواله بنفس اللحظة، مثل إذا بنك كل العالم راحت على البنك وطلبت تسحب أمواله بنفس اللحظة، البنك ما راح يقدر ينفذ هذا الشيء وبالتالي بصير عنده مشكلة. فهذا اللي صار بقصة مارك كيوبن، أنه صار العملة انتهت إلى الصفر بسرعة بسبب هالعملية هي. فهذا هو سبب التحذير. الاثنين عم بيطالبوا بأنه يكون في مزيد من الرقابة ومزيد من الفريم ورك اللي ينوضع ليتم فيه التعامل مع هالعملات المشفرة واللي هو بعده للآن مفقود. وفي هذه الأثناء كثير من مثل ما قال مايك باري كثير من الأفراد عم بيدخلوا فيها نتيجة الضجيج والهايب يعني، وعم بتأدي لخسائر فعلا كثير كبيرة. صحيح. لا وأكيد طبعا القوانين اللي لازم تنحط للعملات المشفرة شيء طبيعي، يعني لحتى تندعم بشكل صحيح ولحتى تصير متاحة للجميع بشكل آمن طبيعي الأملاك المشفرة ينحط لها قوانين، أكيد ما راح تضل بهالطريقة هاي اللي هي تويت بيحركها أو شخص ممكن يأثر عليها إلى آخره. بس أنا برأيي القوانين مهما تنحط راح يضل في دائما اختلاف بين الأملاك المشفرة والأصول الثانية، لأنه نظرا لطبيعة الديسنتراليزيشن أو الطريقة اللي هي مبنية عليها أنه محطوطة بكذا سيرفر أو كذا جهاز حول العالم وأي حدا فيه يدخل بموضوع التعدين، فالقوانين راح تحاول تضبط الموضوع، أكيد راح تسهل ولكن ما راح تكون سهل الواحد يحط القوانين لهيك شيء. ولكن أنا برأيي يعني خلال 5 سنوات راح تتغير موضوع العملات المشفرة مع دخول العملات الحكومية الإلكترونية، مع دخول البنوك في الموضوع أكيد راح يصير في يعني التقلبات راح تقل وتتحول أكثر لعملات ثابتة أكثر ما هي أو أصول ثابتة بالتقلبات، مثل ما هي هلأ حالين عليه بالتقلبات اللي بنشوفها. ولكن أكيد القوانين راح تساعد العملات المشفرة عكس ما البعض بيفكر أنه إذا دخلت القوانين فهي ضد العملات المشفرة، لأن العملات المشفرة لازم تكون غير متحكم فيها. لا، أنا برأيي لازم يكون في نوع من التحكم لحتى الناس تطمن لما بتحط فلوسها بشيء، إذا هي ما هي ضليعة تقنيا ما عندها الخبرة تقنيا ممكن بسهولة تختفي المصاري أو تنسرق أو تخسرها. فهي القوانين اللي تنحط للموضوع هي اللي راح تساعد على نمو السوق أكثر ودخول عالم أكثر في الموضوع. هلا طبعا مش كل العملات المشفرة مثل بعضها، وبالتالي الواحد لازم ينتبه كيف بده يتوجه. يعني عندك كثير من المشجعين لبيتكوين تحديدا، من جهة تانية في عندك كثير من اللي بيقولوا انه بيتكوين من اوائل العملات اللي هي ممكن انها تنقرض لصالح عملات اخرى، وبالتالي كيف ممكن للمستثمر الفردي مستثمر التجزئة يعرف كيف يتوجه بهالسيجمنت اللي هي عالية المخاطر بشكل عام، بعدين كيف الانتقائية بدها تصير من ضمنها. أكيد البيتكوين يعني أي حدا عم يستثمر في البيتكوين حاليا أو سواء الأشخاص أو الهيدج فاند صناديق الاستثمار عم يستثمروا فيه أكثر يعني بمنحى التحوط أكثر ما هو من منحى المضاربة. يعني البيتكوين سعره نوعا ما عم بيصير ثابت، التحركات في السعر عم بتصير ثابتة مقابل الدولار أو إذا مقارنه بالذهب مقارنه بأصول تانية، فلساته في طور البداية ولكن نوعا شيئا فشيئا عم بيصير ثابت.
ثابت. فالاستثمار في البيتكوين هو ما راح يخلي الشخص غني بيوم وليله او حتى بسنه وسنتين، يعني اذا خلال 5 سنوات أو 10 سنوات صار عندك 10 اضعاف المبلغ اللي بتحطه في البيتكوين فهذا بيكون شيء ممتاز. هلا باقي العملات مشكلتها السيوله، يعني البيتكوين عم نحكي على سيوله تريليون دولار ونزلت هلا طفت التريليون دولار، باقي العملات الثانيه كلياتها ممكن تكون نص تريليون دولار او 700 مليار دولار، فمجموعه كلها ونحكي عن الاف العملات. فهي المشكله في انه الناس لما تتوجه العملات الصغيره اللي هي بتشوفها رخيصه فبتقول انا والله بحط مثلا 1000 دولار بعملي سنتات وبتصير 1000 ضعف مثلا او 100 ضعف خلال سنه. نعم هذا الشيء ممكن، ولكن مثل الشيء اللي صار مع مارك كيوبن، هل عملي هاي بسبب شيء تقني نزل السعر الى الصفر خلال ساعات، ففي مخاطرة. ويفضل الاستثمار في البيتكوين والعملات الثانية الصغيرة إلا إذا كنت أنت متداول عندك خبرة فيك تستثمر بالعملات الثانية أو الضارب سواء بيتكوين أو غيره، ولكن لا ينصح للمستثمر العادي أنه يحط فلوسه على مثل ما نقول عشوائيا في 10 عملات 20 عملة على أمل أنه ترتفع، إلا إذا هو مستغني عن الفلوس. إذا أنا مستغني عن هالمبلغ لغادر 10,000 دولار مستغني عنه تماما، في الواحد يحطه بالعملات الصغيرة الثانية وينساها ويا ما بتصيب أو بتخيب مثل ما هو. ولكن الأضمن نوعا ما هو البيتكوين خلال السنوات القادمة. شكرا جزيلا لك هادي علاء الدين، المدير التنفيذي والشريك المؤسس في كورس بير.